معنا على الهاتف الاستاذ عبد الله الهزاع، رئيس مجلس اداره نادي القادسيه. مساء الخير ابو سالم. مساء الخير، واحييك واحيي الاستاذ يوسف والاستاذ المشاهدين. اهلا ابو سالم، تفضل انت على الهواء. اولا بس حبيت اوضح بعض الامور على اللي حصل اليوم بالنسبه لل، يعني انا اشكر الاستاذ نبيل الاستاذ عبد الله على يعني ما قالوا في، سواء كان يعني نقد او كان يعني بدون نقد. يعني حبيت اوضح جزئيه بسيطه جدا، ترى حتى الاستاذ نبيل اعطى رايه ولا لا؟ لا لا بالعكس، ما هو جيد، بس انا حبيت اوضح جزئيه على اساس ما تفوت على الاخوان اللي اقدرهم واحترمهم صراحه. الا انت شكرت واحد وما شكرت الثاني. الا اثنين. والله انا ما سمعت اجل. معلش اسمح لي، انا ما سمعت، تفضل. الله يسلمك. مع احترامي تقدمنا للجميع. النادي القادسيه بس للتوضيح عنده هبوطه في عام 2008. احنا استلمنا النادي قبل بدايه الدوري الدرجه الاولى بشهر. يعني كان مفرغ من اللاعبين، ابرز خمسه لاعبين انتقلوا مع نهايه الموسم لانديه اخرى. النادي المستوى الاعمار فوق 28 سنه، اغلب اللاعبين فوق 28 سنه، ما كان في الا السهلاوي اللي هو كان فعلا كان سبب رئيسي في عودتنا للدرجه الممتازه. خرجنا من الدرجه الاولى بمديونيه لا تقل عن 4 الى 5 مليون ريال، هي كانت ثمن الصعود. في الدوري زين العام الماضي والعام اللي قبله احنا كنا من غير رعاه. فتتطلب علينا ميزانيه من 15 الى 13 مليون ريال للبقاء في الدوري العام الماضي والعام اللي قبله. فتتكلم عن مع الموسم هذا تتكلم عن اكثر من يمكن 45 مليون ريال فقط للثلاث مواسم هذه. الايرادات من النقل التلفزيوني وخلافه ما تتجاوز الثلاث سنوات هذه ما تتجاوز 15 مليون ريال. المبالغ اللي جات من صفقه السهلاوي تقدر تقول انها عد يعني غطت جزء من العجز. خادم الحرمين الشريفين طول عمره يعني الدعم اللي دعم فيه ابنائه الرياضيين 10 مليون ريال ساهمت بجزء كبير من سداد العجز المتراكم من الدرجه الاولى الى نهايه الموسم الماضي. مع ذلك احنا وفرنا جزء من المبلغ لبدايه الموسم هذا، دفعنا مقدمات لاعبين، سداد رواتب في وقتها. نادي القادسيه نفتخر انه يعني متاخر فقط راتب شهر ديسمبر كرواتب للاعبين. النادي قبل 4 سنوات ما كان في درجات فنيه. فرق القدم كانت تقريبا هابطه للدرجه الاولى مع الفريق الاول. نعم. عدنا بناء الدرجات السنيه اللي هي الشباب والناشئين. الحمد لله الموسم هذا هي اللي تاج عملنا في الثلاث سنوات الماضيه. الان فريق الناشئين يحتل المركز الخامس في دوري الناشئين وهو لسه صاعد من دوري المناطق العام الماضي. السنه هذه الفريق اللي يتصدر دوري الشباب بكل فخر، انا اقول لك هذا هو فريق نادي الناشئين اللي حق الموسم الماضي، لان كلهم عدوا سن 16 سنه، الان هم متصدرين الدوري للشباب، والفريق لسه صاعد من الدرجه الاولى، اضافه الى ان الفريق الاولمبي قاعد يؤدي اداء طيب مع وجود 7 لاعبين من الاساسيين اساسيين يعتبرون في الفريق الاول. احنا يمكن في ميزانيات الكل يتساءل فين راحت، احنا نتكلم ان احنا اعدنا نادي القادسيه للواجهه. اهتمامنا برضو بالالعاب الاخرى، عندنا فريق كره الماء لاول مره من 15 سنه تصدر واخذ بطوله الدوري العام الماضي، اخذ الثاني على اسيا، السنه هذه اخذ البطوله العربيه اللي اقيمت في الكويت قبل 4 شهور. يعني في عمل على كل الدرجات، لكن للاسف الناس ما هي عارفه ان المبالغ السابقه صرفت على النادي وغطت العجز. النادي الان العجز عنده قليل جدا. موضوع الحاج بوغاش توقيته من عدمه، الحاج بوغاش كان ممكن يروح 70,000 دولار يدفع الشرط الجزائي ويروح حق اي نادي، لكن احنا قدرنا الحاج بوغاش زي ما هو، بدل ما يروح غصب عنا احنا قدرنا نسوقه بشكل جيد وناخذ فيه مبلغ طيب نستفيد منه كنادي القادسيه على اساس احتفظ بالنجوم الواعده والشباب اللي موجودين عندنا. واضح جدا. واحنا بالشكل هذا برضو نشكر اللاعب لانه حب
انه يعني ان النادي يتفهم ظروفه، وفي نفس الوقت هو تفهم انه ما يبغى يطلع الا نادي القادسيه ماخذ مصلحه من الدين هذا. يمكن العدد من المحبي القادسيه يزعلوا من الكلام هذا، يمكن في ناس تتكلم في انفراد في القرارات. للاسف ما في اي انفراد في القرارات، احنا قاعدين مجلس اداره اغلبه متوافق، العضو الوحيد اللي هو مش متوافق محمد الرتوعي، هذا من الجهه اللي خسرت الانتخابات السابقه، فالى الان اعتقد هو يعني بيحاول انه يوجد خلافات بين جميع الاعضاء. انا احب اوجه له رساله، احنا كمجلس اداره متوافقين، حتى لو وافق 6 من الاعضاء فهي كافيه جدا. ثانيا، من صلاحيات رئيس النادي انه يوافق على اي قرارات تنفع الفريق حتى لو كانت في اضيق الحدود. مع وجود عدد من 5 من الاعضاء دائما لاي شيء يخص كره القدم يتخذ القرارات خاصه على اساس ما تضر مصلحه النادي. للمعلوميه، اي مبلغ يفيد نادي القادسية كثير، 1.5 مليون هذا بالنسبه لي انا يفيدني اكثر، لكن لما لاعب من ابناء النادي يطلع من النادي هذا يمثل فركشه لجميع المواهب اللي عندي، لان لما يطلع واحد زي ياسر الشهراني، ماجد عسيري يبغى يطلع، فهد السبيعي يبغى يطلع، فهد الدوسري يبغى يطلع، هنا المشكله. صحيح. لكن اضحي الحجم وقاش اقدر احتفظ بالباقي. طيب نشكرك استاذ. اوضح ان العصر حقنا يختلف عن العصر السابق اللي كان فيه ياسر القحطاني، سعود كريري. طيب. ذاك الوقت القادسيه كان لها 10 مليون ريال تقريبا، قرابه 10 مليون ريال ايراد من الاف سي سي، واكثر من 4 مليون ريال من موبايلي حق اعلانات الملاعب، بالاضافه الى مبيعات اللاعبين. احنا ما تساءلنا عن المبالغ السابقه، لكن مبالغ السهلاوي انا اقول لك اياها بكل فخر، جيرناها لخروج جيل كامل من الفئات السنيه من الناشئين الى الفريق الاول، وكلهم من ابناء نادي القادسيه وابناء مدينه الخبر. وضحت الصورة أبو سالم رئيس مجلس إدارة نادي القادسية، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة.